عاد هذا الفيديو عن الشعرية اللي عذبت كل اللي في الطراد وكسرت عنا الميادين وخربت عنا الخيول، لكن ما شاء الله دهرية. شوفوا كيف ما شاء الله لونها حتى قديمة، لكن ما شاء الله سمينة وعضتني بعد. شوف لكن ما شاء الله، شو رأيكم؟ شوفوا حجمها من كتفي لنهاية فخذي، بسم الله ما شاء الله. تأكل 10، أزيد عن 10. شو رأيكم؟ قول بسم الله. شوية بشيله منه خوزي. إذا حصلتم زين بالعنا منه. جاي بولد معه. يا واحدة كبر يا اثنين. الحمد لله يا أنا الخير الحمد لله. هذا الصيد اللي كنا نبغاه الحمد لله الحمد لله. مرمور فقط الحمد لله. ما شاء الله تبارك الرحمن. عاد هذا سلفي حصري مع هذا القرش، شايفين حجمه على طولي اطول عني، ودي اتسردح وراويكم الطول ما شاء الله نص الطراد تبارك الرحمن. وهذا الاصغار ها قصاقيص يسمونها الدواني، دواني سموها. منو حتى مادي ديناته يقول تعال حضنيني وا علي عنك. هي هذا ياكل الاوادم، هذا ياكل الاوادم. شوف 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 الطول، شوف ما شاء الله عروسه. بسم الله ما شاء الله، شوفوا تبارك الرحمن الشعرية. الحمد لله على هذا الرزق. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. عليها صغيرة. بسم الله بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم ارزقنا يا رب العالمين، دعواكم لنا بالخير. بسم الله بسم الله. هسه تسحبني واسحبها ما بتغلبني ان شاء الله. تتوقعوا شو؟ انا اقول شعريه ان شاء الله. من يرتها شعريه. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شو رايكم؟ بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الحمد لله على الرزق. يا سلام.
عاد تشوفوا هذا الشعرية عذبت كل اللي في الطراد وكلت نص الميادير مالنا. شوفوا حلقة كل ميادرنا، احنا ثلاثة صايدين هذه بسم الله ما شاء الله، ثلاثة صايدينها. شوفوا شوفوا حجمها، شوفوا بسم الله، شوفوا شوفوا ما شاء الله، كلت عنا الميادير وقطعت عنا البلود بسم الله ما شاء الله. شوفوا على طول ايدي بسم الله ما شاء الله. الحين هذا كيف اطلع من هالميدار؟ شوفوا بالع الميدار كيف، الحين كيف اطلع الميدار؟ شوف شوف شوفوا كيف بالع الميدار داخل.